صدق الله مولانا العظيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة في هذه الأيام المباركة المقبلة؟ هناك موسم عظيم للطاعات، موسم للفوز بالرضوان والبركات. إنه شهر ذي الحجة الذي هو على الأبواب، والذي فيه أعظم الأيام، وفيه أعظم الأعمال، وفيه أكثر الجزاء، وفيه أعظم الثواب من عند الرحمن. الحق سبحانه وتعالى أقسم في كتابه العزيز بالأيام الأول من شهر ذي الحجة، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. الليالي العشر ذكر العلماء بأنها العشر الأوائل من ذي الحجة. رمضان فيه ليالي المباركة، ليالي القدر المحتملة، لكن هنا الأيام، واليوم يشمل النهار والليل على مدار 24 ساعة كله خير. هذه الأيام المباركة ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وأعزها وجعلها بأنها أفضل الأيام، لأنها كلها في ذكر الله. عبر التاريخ حينما تأتي هذه الأيام الحناجر ترتفع بذكر الله ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي هذه الأيام المسمات بشهر ذي الحجة. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبرها أفضل الأيام عند الله تعالى، حتى قال: ما من أيام أفضل عند الله تعالى من هذه الأيام إلا من قام في سبيل الله بأن خرج مع أهله وذويه ولم يرجع بشيء من ذلك. يعني أن الأجر والتواب يفوق الجهاد بالنفس والجهاد بالأولاد والأهل والأحباب. لماذا؟ لأن فيها يوما عظيما، وهو يوم عرفة. يوم عرفة يوجد في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويوم عرفة يسمى بالمؤتمر العالمي، يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه كل حجاج العالم وساكنة العالم من القارات الخمس. يأتون حفاة عراة إلا من مئزر وإزار، يرفعون أصواتهم بالتلبية للرحمن، ويقفون جميعا على صعيد عرفات، وربنا سبحانه وتعالى يتنزل ذلك اليوم تلك العشية إلى الأرض الدنيا، فيغفر لكل من وقف في عرفات، ويستجيب لكل من دعا في عرفات. وأيضا هذه الأيام المباركة هي معظمة. لماذا؟ لأن فيها يوم النحر، وهو يوم العيد، أعظم الأيام عند الله تعالى. هذا اليوم يجتمع فيه المسلمون قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها، فكل أسرة تنحر أضحية تقربا إلى الحق سبحانه وتعالى، فيجتمع الأهل والأحباب ويعبدون الله تعالى ويتقربون إليه بهذا الهدي. ثم إن هذه الأيام المباركة المعظمة ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها العمل الصالح أجره مضاعف، يضرب في العشرات، لأن هذه الأيام هي موسم للطاعة والأجر والتواب. فكيف ينبغي أن نستقبل هذه الأيام؟ أول شيء نوصي به أنفسنا نستقبل بهذه الأيام هو أن نجدد التوبة في قلوبنا. فالمؤمن مطالب دوما بأن يجدد التوبة مع ربه. وكيفية تجديد التوبة هي أن الإنسان يعزم في قلبه ويأخذ الإرادة القوية على أنه يقلع عن الذنوب والخطايا، وأنه يسير وفق مراد الله تعالى، يجتهد في العبادة والطاعات على قدر ما يستطيع. ولكي يتمكن من تقوية التوبة في قلبه لابد أن يكرر دوما وأبدا كلمة لا إله إلا الله، لوصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم:
إن الإيمان لا يبلى كما يبلى التوب، فجددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: بقولكم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقوي الإيمان وتثبت الإيمان وتجعل العبد يسير في طاعة الرحمن. كذلك علينا أن نحرص في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة أن نبتعد عن المعاصي. كل منا له نصيب من الابتلاء أو من الذنوب، فعلينا أن نحرص على أننا نجتهد على الأقل هذه الأيام. إذا أقلعنا عن الذنوب فإننا نتمكن من الإقلاع عنها طيلة السنة، وإذا وقعنا فيها لن نستطيع أن نهزم الذنوب في أنفسنا طيلة السنة. هذه الأيام المباركة فيها أعمال صالحة لا بد أن نجتهد فيها. أولا وأهمها وهو أداء مناسك الحج، فالحج لا يكون طول العام سوى في هذه الأيام المباركة، فهي موسم الحج الأكبر وهو من أعظم الأعمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فمن وفقه الله تعالى لأداء الحج المبرور فهنيئا له، جنة تنتظره. والحج المبرور كما ذكر العلماء لا سمعة فيه ولا رياء ولا رفث ولا فسوق ولا جدال، والحج المبرور هو الذي يجعل صاحبه مقبل على الآخرة مدبر عن الدنيا. بالنسبة للأحباب الذين لا يستطيعون القيام بالمناسك وبالحج في هذه الأيام، ماذا يصنعون؟ إنهم مطالبون بالتقرب إلى الله تعالى عن طريق الصيام، فصيام العشر الأوائل من الحجة هي أعظم عند الله تعالى حتى من العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر من رمضان معظمة مكرمة، فيها ليلة القدر، لكن العشر الأوائل من ذي الحجة فيها يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، وفيها يوم النحر، اليوم العظيم المكرم. فعلى كل واحد منا أن يسعى لكي يقوم بصيام هذه الأيام على قدر ما يستطيع، ولو بعضا منها. إذا لم يستطع أن يصومها العشر بكاملها ليصوم ثلاث أيام أو أربعة أو غير ذلك، فإن تعذر عليه فلا بد أن يصوم يوم عرفة، لأن يوم عرفة يوم عظيم ويوم مكرم. النبي الكريم أخبرنا بأن من صام عرفة أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والباقية. يكفيك أن تصوم يوم عرفة فيغفر لك الله تعالى كل ما تقدم من ذنوب السنة الماضية ويؤدي عنك جل علاه، بل ويكفر حتى السنة المقبلة، يرفع عنك القلم حتى السنة المقبلة. ليس معنى هذا أن الإنسان يتساهل في الذنوب والخطايا، ولكن المقصود أن الله تعالى يفتح أبواب رحمته الواسعة لعبده المؤمن لمن صام يوم عرفة. وطبعا يوم عرفة هو اليوم الذي يصعد فيه الحجاج إلى الصعيد، وليس المقصود به الحساب، لأن هناك تفاوت بيننا وبين المشرق في الحساب بتأخر يوم، فالمقصود بعرفة هو اليوم الذي يكون فيه الحجاج لابسين الإحرام صاعدين إلى جبل عرفة أو واقفين في صعيد عرفة. فذلك اليوم هم يتقربون إلى الله بالدعاء وبالتهليل والتحميد. وبالنسبة للمقيمين في غير مكة إنهم يتقربون إلى الله تعالى بالصيام. هذه الأيام أيضا أيها الأحباب الكرام مطالبين أن نتقرب إلى الله فيها بالصلاة والإكثار من النوافل. فكلنا نصلي، لكن هذه الأيام ينبغي أن نكتر من النوافل، كما قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يحبك الله تعالى إذا زدت في النوافل والقرب من الرحمن سبحانه وتعالى. ثم هذه الأيام المباركة فيها عبادة أخرى، وهي أن الإنسان يكثر من الصدقات، الصدقة في هذه الأيام. ومعلوم أن الناس ينتظرون عيد الأضحى، هناك فقراء
وهناك مساكين، وهناك أرامل، وهناك أيتام، وهناك معسرين، وهناك مدينين. فالإنسان يبحث عن هؤلاء الأشخاص في محيطه وليتصدق على قدر ما يستطيع، لأن الصدقة في هذه الأيام مضاعفة أضعافا كثيرة. والنبي الكريم كان جواد، يجود كثيرا في العشر الأواخر من رمضان، ويجود أكثر في العشر الأوائل من ذي الحجة. ثم هذه الأيام المباركة أيضا فيها فضل آخر، وهو صلة الأرحام، أن الإنسان يحرص على أن يصل رحمه وليكرم ضيفه. صلة الرحم مرتبطة بإكرام الضيف، فالإنسان يسعى لكي يفتح قلبه وبيته لأحبابه ودويه. فمن أكرم المحبين في هذه الأيام أكرمه الله تعالى طيلة السنة. كل من يكرم العائلة والأقارب والأحباب ويعطي مما آتاه الله تعالى ويسعد بهم ويعبر عن فرحه بهم وسروره بهم، ربنا عز وجل يخدمه ويسعده طول السنة، يسخر له أبواب الخير ويفتح له أبواب الرجاء ويعطيه من حيث لا يحتسب. فعلينا أن نحرص في هذه الأيام على التسابق إلى هذه المكرمات. ثم هذه الأيام لابد أن نعفو ونصفح عمن ظلمنا، لأن هذه أيام مغفرة وأيام رحمة. فإذا كان بيننا وبين بعض الناس عداوة وبغضاء وخصام، هذا موسم للصفح وموسم للمغفرة وموسم للتسامح، بل وموسم للمحبة، كما قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعظم مراتب الإحسان هو أن الإنسان يتصدق بعرضه، يتصدق بعواطفه وأحاسيسه، فلا يحاسب أحدا ولا يعاتب أحدا ولا يوبخ أحدا، وإنما يعفو ويصفح، وربنا يغفر للجميع. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى. كذلك هذه الأيام المكرمة المعظمة فيها أعمال صالحة كثيرة وكثيرة، من بينها أن الإنسان يقتدي بالحاج فلا يحلق شعره ولا يقلم أظافره ولا يأخذ شيئا من لحيته وكأنه محرم، لأن الحجاج في بيت الله الحرام وهم محرمين لا يجوز لهم تقليم الأظافر ولا قص الشعر ولا نطف الإبط ولا حلق العانة ولا شيء من هذا لأنه محرم. فجميل أن العبد المقيم إذا أراد أن يستنى بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فليفعل مثل هذا. لكن من أهم الأعمال المطلوبة في هذه الأيام المباركة وهو التكبير، التكبير والتهليل وذكر الله عموما، لقول الله سبحانه وتعالى: وليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله: اذكره كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالعبد المؤمن عليه أن يكثر من ذكر الله، من التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وخصوصا يقتدي بحجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات في هذه الأيام، وهم يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.